تعالوا بقى نروح لموضوع تاني مهم جدا وبرضه ذكرناه سريعا امبارح لما اتكلمنا للاسف الشديد عن وفاه لاعبين او رياضيين بسبب ازمات اللي هي بتبقى سكتات قلبيه واصابات الملاعب وغيره. ده اللي بيكون راجع لاسباب كتيره منها ان الاسره نفسها مش بتهتم انها تعمل فحص طبي شامل ورسم قلب لابنها او بنتها قبل ممارسه اي رياضه عشان يقدروا بس حتى يطمنوا او يعرفوا هم بيعانوا من ازمات صحيه ولا لا، هل في ضعف في عضله القلب ولا لا، هل في اي مشكله اصلا تخص القلب ولا لا. وفاة لاعبة الجودو اللي اتكلمنا عنها بالأمس وقبلها كمان كان بكام يوم كان وفاة المدرب برضو اللي اتكلمنا عنه بالأمس مدرب السباحة بسبب الإجهاد الشديد اللي اتعرض ليه وضغط الشغل وغيره. طبعا حصلت قبلهم وبعدهم هتحصل حالات كتيرة وعلى فترات متفرقة، لكن ده اللي خلانا بقى هنا نيجي ونتكلم ونحذر بأهمية عمل رسم القلب. وده مش هزار يا جماعة، وده مش عمل برضو شيء يعني رفاهية، لا ده أساسي. الفحص المبكر للقلب قبل ممارسة أي رياضة خاصة اللي هي بنتكلم الرياضات العنيفه اعتقد امر لابد منه، وادينا اهو بنحاول ان احنا كمان من خلال الاعلام ومن برنا المحترم هنا في 10 الصبح في الاهلي قناه الاهلي ان احنا نعمل حمله توعيه لهذا الملف الاكثر يعني من مهم حقيقي. ناس طبعا كتير للاسف الشديد ورياضيين كتير بيفقدوا حياتهم لان حاجات بسيطه لو تمت اصلا ممكن يتم انقاذ هذا الشخص، فلا لازم يكون في توعيه اكثر من كده. وما بتحصل اي وقعه يعني مؤسفه زي اللي اتكلمنا عنها قبل كده يعني غالبا بيكون كبير الكلام ايه ان نسمع شويه تنبيهات شويه تحذيرات مجرد تحذيرات عابره، لكن الحقيقه عشان الموضوع اهم من كده بكتير واكبر من كده بكتير يمكن ده اللي خلى الجهات المعنيه والمتخصصه خدت خطوات عمليه في هذا الاطار. هيتم بالفعل عقد مناقشات طبيه ومؤتمر للدكتور حازم خميس وهو رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات مع فريق من الاطباء المتخصصين في القلب وفي الطب الرياضي عشان يتكلموا عن كيفية تفادي بعض مشاكل القلب اللي بيتعرض لها مجموعة من الرياضيين في أوقات مختلفة، وكمان يكلموا عن يعني أخطار المنشطات بالإضافة طبعا إلى التعرف على الأساليب الطبية الحديثة اللي المفروض تستخدم للارتقاء بالمستوى البدني للاعبين، وده ملف في منتهى الأهمية الحقيقة. أمر فعلا مهم جدا زي ما انت قلت كريم، ومؤتمرات كتير ومناقشات كتير كمان لو هنتكلم تحديدا بقى هي هتقام الأسبوع اللي جاي ده عشان تناقش هنا نتكلم الرؤية العلمية لإعداد البطل الأولمبي بقى تحديدا في إطار كمان دعم خطة يعني مصر لإعداد أكبر عدد من الرياضيين القادرين على تحقيق ميداليات في أولمبياد بقى باريس إن شاء الله 2024.